ما الذي يهمك؟ ما الذي يقلقك؟ ما الذي تصبو إليه؟ ما الذي ترجو منه؟ تعيش مع من؟ تعيش لمن؟ ترضي من؟ تغضب من؟ تنفق على من؟ تصل من؟ تقطع من؟ من أنت؟ قل لي ما الذي يغضبك أقول لك من أنت؟ قل لي ما الذي يرضيك أقول لك من أنت؟ قل لي ما مقياس الفوز عندك أقول لك من أنت؟ قل لي إلى ما تسعى أقول لك من أنت؟ ما الذي يحزنك أقول لك من أنت؟ أي شخص ترنو إليه أقول لك من أنت؟ فالمسافات كبيرة جدا، والإنسان يعني مخلوق ومجبول ليكون أعلى المخلوقات، وسائل أن تصل إلى الله بين يديك في متناول يديك. شرع الله واضح لديك، الحلال بين والحرام بين، لمجرد أن تدع الحرام وأن تقبل على الحلال فقد ارتقيت عند الله عز وجل. والله تجد إنسان همه شيء تافه جداً، همه يعني مركبة أحياناً، همه بيت، همه زوجة، ولا يريد فوق ذلك شيئاً. علو الهمة من الإيمان. يعني سيدنا عمر رضي الله عنه ماذا أراد؟ أراد أن يقيم الحق في الأرض. سيدنا الصديق هذا الإنسان اللطيف الناعم الرقيق النحيل جيش جيشاً بعد حروب الردة وفتح به بلاد المسلمين، وقال والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. همة عالية. سيدنا عثمان أنفق ماله كله، جيش جيشاً بأكمله، فقال عليه الصلاة والسلام ما ضر ما فعل عثمان بعد اليوم. والله إذا قرأت عن تاريخ الصحابة والله نجد أنفسنا لا شيء، لا شيء أبداً.